باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. دي الحلقة رقم 12 من حديثنا عن سر المعمودية المقدس. في الحلقة دي والحلقة التالية أيضا هنتكلم بتفصيل شوية عن معمودية الهراطقة، ولكن قبل الكلام عن هذه المعمودية عاوزين نوضح نقطة أساسية، وهي أن المعمودية المسيحية معمودية واحدة، معمودية واحدة بمعنى أن المعمودية المسيحية لا تعاد مرة ثانية، لأنها موت مع المسيح وفيه لمرة واحدة وقيامة معه كل حين، فهي سمة لا تمحى أبدا. وقوانين الرسل القديسين تدعو هذا السر أن سر لا يمحى وختم لا ينكسر. فنقرأ مثلا في القانون 47 من قوانين الرسل النص الآتي: أسقف أو قسيس يعمد ثانية من كان قد اقتبل المعمودية الحقيقية، أو لم يعمد من تدنس مع غير المؤمنين، فليجرد كمستهزئ بالصليب وبموت الرب ولم يميز الكهنة الكاذبين. ويعلل القديس يوحنا ذهبي الفم ذلك بقوله: قد دفنا معه بالمعمودية للموت، وكما أنه غير ممكن أن يصلب المسيح مرة ثانية، هكذا لا يقدر من قد اعتمد مرة أن يقبل معمودية ثانية. ويؤكد العلامة ترتليان على أن المعمودية لا يجوز أن تعاد، وهو ما يؤكد أيضا القديس كيرلس الأورشليمي، فيقول لطالب المعمودية: إننا لا ننال المعمودية مرتين أو ثلاثا، لأنه يوجد رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة، فلا تعاد المعمودية إلا معمودية الهراطقة، إذ لا تحسب معمودية. وتذكر قوانين الرسل القبطية في ذلك: الذين تعمدوا أو قسموا بواسطة هؤلاء القوم الهراطقة يعني، لا يمكن أبدا أن يصيروا مؤمنين أو من الإكليروس. وفي نص هام للقديس جيروم يقول فيه: نحن نغطس ثلاث مرات، لكن سر الثالوث هو واحد، لأننا لا نعتمد بأسماء ثلاثة آلهة بل باسم الإله الواحد. ورغم أننا نغطس ثلاث مرات تحت الماء، إلا أننا نؤمن بمعمودية واحدة. ويقول ماري أفرام السرياني: إن الرب أوصى تلاميذه أن ينقوا بمياه المعمودية خطايا الطبيعة البشرية مرة واحدة. في آية مهمة أوي في رسالة العبرانيين أحيانا بتفهم بطريقة خاطئة، ولكن شرح البابا أثناسيوس الرسولي لها بيوضحها تماما.
الآية اللي بتقول في رسالة العبرانيين إصحاح 6: لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السمائية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. الصعوبة في هذه الآية تكمن في عبارة لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. الآية دي في رسالة العبرانيين إصحاح 6 ومن آية 4 إلى آية 6. فبيقول البابا أثناسيوس في هذا الأمر: كلمات الرسالة إلى العبرانيين لا تمنع توبة الخطاة، بل تشير إلى أن معمودية الكنيسة الجامعة تعطى مرة واحدة ولا يمكن أن تتكرر. ويجب أن نلاحظ أنه للعبرانيين بالذات كتب الرسول هذه الكلمات لأنه خاف عليهم من التظاهر بالتوبة، وأنهم بسبب تمسكهم الشديد بالناموس المساوي وشريعة التطهير سيظنون أنه توجد فرصة لمعموديات يومية متكررة كما في إنجيل مرقس إصحاح 7 من آية 3 لآية 4. لذلك يشجعهم على التوبة ويعلن أن التجديد في المعمودية هو تجديد فريد لا يعاد. وفي رسالة أخرى يقول: إيمان واحد، معمودية واحدة. وهو لا يقول إنه من المستحيل أن يتوب الساقط، بل من المستحيل أن نصنع نحن تجديدا لأنفسنا بالتوبة. والفرق كبير، لأن من يتوب يكف عن الخطيئة، لكن آثار جروحه تظل ظاهرة، بعكس من يعتمد يخلع العتيق ويتجدد، بل ويولد مرة ثانية بنعمة الروح القدس. طالما احنا اتكلمنا في البداية عن معمودية واحدة، فده بيقودنا بالضرورة للكلام عن ماهية معمودية الهراطقة، وماذا قال آباء الكنيسة عنها. ذلك لأن إعادة المعمودية أو تكرارها كان أحد المشكلات الرئيسية التي أقلقت سلام الكنيسة الأولى رتحا من الزمان، امتد لقرون عديدة بدءا من منتصف القرن الثالث الميلادي، وهي الفترة التي تبلور فيها لاهوت المعمودية ليقاوم عدم قانونية معمودية الهراطقة. فما هي معمودية الهراطقة؟ في مجمع مكاني، ويعتبر من أقدم المجامع الكنسية عموما، احنا بنسميه مجمع قرطاجنة المكاني، وكان ده برئاسة القديس كبريانوس الشهيد أسقف قرطاجنة، وعقد سنة 258 ميلادية. هذا المجمع نظر في مسألة معمودية المرتدين
إلى الكنيسة من المبتدعين أو من المنشقين عليها، يعني بيناقش مشكلة هي عودة ناس كانوا سابوا الكنيسة وعاوزين يرجعوا لها مرة تانية، بس دولت كانوا من الهراطقة أو من المبتدعين أو من المنشقين عليها، انشقوا على الكنيسة وارتدوا عنها ثم أرادوا العودة إليها مرة أخرى. وكان قد عقد في مدينة قرطاجنة في شمال إفريقيا مجامع كثيرة، أما الثلاثة مجامع الأولى منها فكانت للنظر في مسألة إعادة المعمودية. هوضح لكم المجامع دي وقالت إيه، عشان دي كانت مشكلة كبيرة في الكنيسة. هل الإنسان اللي اتعمد وارتد عن الكنيسة وانشق عليها وأراد العودة، هل يعمد مرة ثانية أو لا يعمد؟ المجمع الأول اللي عقد في قرطاجنة كان سنة 255 ميلادية، منتصف القرن الثالث، حدد أنه لا يمكن لإنسان أن يعمد خارج الكنيسة، لأن الكنيسة لا تعترف إلا بمعمودية واحدة، والمرتدون إلى الكنيسة الراجعين يعني إلى الكنيسة الجامعة من المبتدعين يجب أن يعمدوا ثانية. وإن كان البعض قد انضموا إلى المبتدعين بعد معمودية أرثوذكسية فيجب قبولهم عند ارتدادهم دون معمودية، خلافا لتعليم نواطس، ده واحد من المبتدعين في الكنيسة الأولى، بل يكتفى بالصلاة ووضع اليد عليهم. يعني إنسان اتعمد في الكنيسة بحسب المعمودية الصحيحة ثم ارتد عن الكنيسة وانضم إلى المبتدعين أراد العودة مرة أخرى إلى الكنيسة، لا تعاد معموديته بل يكتفى بالصلاة ووضع اليد عليه. المجمع الثاني التأم سنة 258 ميلادية وحضروا 71 أسقف، واللي دعا إليه هو القديس كبريانوس الشهيد ليثبت الشريعة التي وضعها المجمع السابق اللي ذكرناه دلوقتي حالا بشأن إعادة المعمودية، فحدد ما يلي: كل الإكليريكيين الذين كانوا في الكنيسة وهجروا الإيمان يقبلون عند ارتدادهم أو عند رجوعهم كعلمانيين. وحدد أيضا كل معمودية قام بها المبتدعون باطلة، وكل من يرتد بعد معمودية كهذه يعني رجع للكنيسة مرة تانية يجب أن يعمد معمودية أرثوذكسية، ولا يعني ذلك عماد ثانية بل هي المعمودية الواحدة، إذ لم يسبق لهم أن نالوا المعمودية الحقيقية. دي قرارات هذا المجمع. وأرسل المجمع رسالة إلى استفانوس أسقف روما يشرح له فيها ما تحدد بخصوص إعادة المعمودية. المجمع الثالث
اللي عقد في قرطاجنة عقد في السنة نفسها، أي سنة 258 ميلادية، برئاسة القديس كبريانوس. أيضا حضروا 84 أسقف، وذلك بعد أن تلقى رد الأسقف استفانوس على الرسالة اللي أرسلها إليه المجمع الثاني السابق ذكره، لأن الأسقف استفانوس عقد مجمع في روما وقال فيه إيه؟ قال فيه إن معمودية المبتدعين الذين يعمدون كما تعمد الكنيسة لا يجوز إعادتها، وهدد أساقفة إفريقيا بالطرد من شركة الكنيسة إذا استمروا في تنفيذ هذه الممارسة. ولقد وصلت كنائس الغرب إلى حد أنها كانت تقبل الأشخاص الذين اعتمدوا بمعمودية الهراطقة بمجرد وضع الأيدي عليهم. لاحظ هنا في فرق بين حاجتين، بين أن الكنيسة في الغرب في هذا الوقت كانت تسمح أو تجيز معمودية الهراطقة، ولكن إذا أراد أحد من اللي اعتمدوا بهذه المعمودية العودة إلى الكنيسة يكتفى بوضع اليد عليه. إنما القديس كبريانوس ومجامع قرطاجنة الشهيرة قالوا إن وضع اليد على الإنسان اللي بيعود إلى الكنيسة هي حالة فقط يسمح فيها لمن كان قد اعتمد معمودية أرثوذكسية أو معمودية في الكنيسة صحيحة قبل أن ينشق أو يرتد عنها. في فرق بين الوضعين. ومن ثم دعا القديس كبريانوس إلى عقد هذا المجمع الثالث ليثبت أن معمودية المبتدعين تعد باطلة ويلزم تعميد المرتدين خلافا لما حدده أسقف روما. فنشب خلاف بين أساقفة روما وأساقفة إفريقيا. مثل هذا الخلاف كان قد نشب أيضا بين الأسقف استفانوس وأساقفة آسيا، فقد كتب إليهم أسقف روما ألا يعيدوا معمودية المبتدعين طالما تمت بحسب طقس الكنيسة الجامعة. فعقد أساقفة آسيا مجمع في إيقونية سنة 258 ميلادية برئاسة القديس فيرميليانوس أسقف قيصرية الجديدة، وحضره أباء من كبدوكية وليكية وغلاطية وغيرها من الإبرشيات الشرقية، وارتأوا عدم قبول شيء من الأسرار التي يقوم بها المبتدعون لأنها باطلة بما فيها معموديتهم ورسامتهم. هنا عايز أتوقف شوية عشان أقول لكم إزاي كانت قرطاجنة مدينة شهيرة في إفريقيا، بل ومن أهم مدنها. بناها الفينيقيون وأقاموا فيها قبل سقوط طروادة بخمس سنوات، وجعلت مركزا لمطرانية. كان تحت رئاسة مطران قرطاجنة 125 أسقف. وكان لمطرانها امتياز خاص ورثه بموجب تقليد قديم، فقد كان يحق له أن يأخذ من أي إبرشية خاضعة
لمطرانيته أحد الإكليريكيين فيقيم أسقفا. يعني كان مركز مطران قرطاجنة بمثابة البطريرك الآن. ولما انتصر الإمبراطور جوستنيان على الفندال في إفريقيا وصارت تحت سلطانه، منح أسقف قرطاجنة بمرسوم منه الاستقلال في إدارته الكنسية، فيتم انتخابه وتنصيبه من قبل أساقفته. وقد أمست قرطاجنة اليوم أطلالا دارسة، ومن خرائبها بنيت مدينة تونس الشهيرة على بعد 12 ميل إلى الشرق منها. نتوقف عند هذا الحد ونتكلم في الحلقة القادمة عن الرسالة اللي كتبها القديس كبريانوس في المجمع الثالث من مجامع قرطاجنة، لتكون بمثابة قانون لهذا المجمع، ونشوف فيها كيف أن كنيسة إفريقيا شمال إفريقيا وهي حاليا غير موجودة كانت كنيسة قوية ومنتشرة وعظيمة لكنها اندثرت. نعرف في الحلقة القادمة نص رسالة القديس كبريانوس التي كتبها في هذا المجمع الثالث. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.